يلا مستمعينا على بركة الله، احنا دائما برنامج ولاد بلادي على اثير اذاعة اصوات اللي كنرافقوا فيه الجالية المغربية القادمة من مختلف مناطق العالم، وكنتلاقاو معهم دائما في ميناء الجزيرة الخضراء. من ميناء الجزيرة الخضراء عبر الباخرة ايمال المغربية 100% كنرافقوهم حتى كيوصلوا الى ميناء طنجة المتوسط، ومن بعد كل واحد كياخذ الوجهة اللي بغي يمشي لها، كاين كيمشي للشمال الجنوب الشرق الغرب جبال الاطلس او الريف سهول المغربية ديال الشاوية وعبدة ودكالة ومزاب ولاد حريز واي منطقة من مناطق المملكة المغربية. احنا كنتلاقوهم كندوزو معكم هاد الساعتين ديال الابحار في عرض البحر الابيض المتوسط حتى كتوصلوا للمغرب على سلامتكم. في الاخر كنديروا معكم هاد المسابقة هادي معايا واحد السيدة اللي غادا تشارك فيها. قانون اللعبة كيقول ان المتسابق المسابقة يكون من الجالية المغربية، يعني ما يكونش مقيم في المغرب. جوج انه كنعطيو مثال شعبي، انا كنعطي النصف واللي غيشارك معايا يعطي النصف الثاني، اللي كمل ليا المثال يفوز، الا ما فازش كنجيب واحده اخرى وكنكملوا. ياك دابا هادشي واضح مفهوم؟ وهادشي راه على اثير اذاعه اصوات مباشره، واصوات هي دائما الراديو اللي كيرافق الجاليه المغربيه دي مده واحد 8 سنين. حنا كنقوموا بهذه العمليه ذهابا وايابا من الجزيره الخضراء الى ميناء طنجه المتوسط مع واحد السيده غنتعرفوا عليها. الميكروفون بحالي بحالك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو الاسم ديالك؟ نجيه. مرحبا بك ناجية. بارك الله. منين جيت انا ناجية؟ من فرنسا. من فرنسا، فين بلاصة فرنسا؟ باري في سونتر ولا في شنو ديبارتمون؟ نونتر 92. مزيان، في 92. شحال من عام وانت في فرنسا؟ 22 عام. ملي مشيتي وانت في فرنسا ما بدلتيش من دولة لدولة؟ لا. مزيان، تخي بيان، وليداتك معاك كلشي معاك تما. هنا في المغرب منين انت في الأصل؟ أنا مخنيفرة. من خنيفرة، خنيفرية. واش من خنيفرة ولا من كلموس؟ لا زاوية الشيخ ولا من القباب؟ لا من كافنسون. من خنيفرة. من الأطلس المتوسط. مزيان مزيان. المثال كيقول الناس، ولكن انتم تسكتوا تخليوها تعول على راسها باش تكون شوية النزاهة وشوية الشفافية، ياك؟ باش هما غادي يجي واحد آخر. المثال اللي عليك كيقول لك ما تشري تتقلب، لو ما تشري شي حاجة خصك تقلبها. أنت مسافر سواء كنت في فرنسا ولا في المغرب ولا أي بلاصة، ما تشري تتقلب وما تصاحب، يعني دير رفيق ديالك اللي غياخذ معك الطريق حتى بلاتي. الله يجازيك بخير، ارحم والدي. حتى تسول. حتى تسول. جواب نهائي. نهائي وغير صحيح. شكرا. سبوع لا سبوع لا. زيد اشرب. زيد اسيدي. زيد هذا كان هز زيدو قبل. السلام عليكم. اجي حدا باش تدخل معايا. السلام عليكم. السلام. شنو الاسم ديالك؟ محمد. اسم محمد. منين جيتو؟ من فرنسا. منين البلاصه؟ نانسي. فرنسي. مزيان. شحال من عام وانت فرنسي؟ 38. 38 سنه. تبارك الله ما شاء الله. وجيتي صايق انت اللي جيتي صايق؟ انا اللي صايق. كيعاونك شي واحد؟ ولدي. ولدك كتناوب انت وياه؟ ما وقفتو حتى بلاصه؟ ما بتو حتى شي بلاصه؟ لا كنوقفو كن. ولكن المبيت المبيت لا ما كاينش. شديتو خايط من السماء. انا تو كنعشو في البارك. ما عمرك تعاودها. بعت اصاحبي في هاد الناس البارك فين اصاحبي؟ الله يهديك يا محمد. فين غادي؟ فين غادي ان شاء الله؟ غادي الخميسات. الخميسات مزيان. انت زياني خميسي. انا زموري. زعيري. زموري. زموري. مزيان. يلا سيدي كمل لنا المثال. ما تشري حتى تقلب وما تصاحب ودير رفيق حتى تجرب. جواب نهائي. قالك حتى تجرب. جواب نهائي. ملي تبغي تصاحب مع شي واحد خصك تجربو، لو بغيت تجرب شي واحد خصك تاخذ معاه الطريق. شحال من واحد دابا جاي شاد واحد الطريق وكيتناكرو في الطريق حيت مكانش كيعرفو كاين ولا مكيناش. وبيني وبينكم الجواب عنده غتصفقوا عليه. جواب صحيح. صحيح صحيح. تبارك الله عليك. قسيمة ديال 1000 درهم مهدات لك من بانك اوف افريكا وراديو اصوات. هنيئا لك. تبارك الله عليك.